أعلنت إيران اليوم الأربعاء إن دم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية لن يذهب هباء، حيث نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني قوله إن استشهاد إسماعيل هنية في طهران سيقوي ويعمق الصلة الوثيقة بين طهران وفلسطين والمقاومة. وقالت الحركة في بيان إن إسماعيل هنية قضي أثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران بعد مشاركته في تنصيب الرئيس الإيراني الجديد. وأفاد الحرس الثوري الإيراني في بيان: ندرس أبعاد حادثة مقتل إسماعيل هنية في طهران وسنعلن عن نتائج التحقيق لاحقا. ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية أيضا إن التحقيق جاري في اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وسيتم الإعلان عن النتائج قريبا جدا. عقد الاجتماع صباح الأربعاء عقب الإعلان عن مقتل قائد الجناح السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران. ووفقا للصحيفة يحضر الاجتماع قائد فريق القدس إسماعيل قاني الذي يشرف على الفصائل المسلحة للجماعات المتحالفة مع إيران في المنطقة. ووصل هنية إلى طهران يوم الثلاثاء لحضور حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد في مجلس الشورى، وقد التقى الأخير والمرشد الأعلى الإيراني علي خاماني. جاءت مراسم أداء اليمين الدستورية الثلاثاء وسط مخاوف من نشوب حرب بين إسرائيل وحزب الله اللبناني في أعقاب قصف الصاروخ السبت على الجولان. اتهمت إسرائيل حزب الله بالمسؤولية عن القصف الذي أودي بحياة 12 طفل، لكن الحزب اللبناني المدعوم من إيران نفى أي علاقة له بالواقع. في وقت لاحق من الثلاثاء قال الجيش الإسرائيلي إن طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي قتلت أكبر قائد عسكري في حزب الله فؤاد شكر المعروف أيضا باسم سيد محسن بمنطقة الضاحية الجنوبية في بيروت. وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بأن بازشكان أبلغ نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي بأن أي هجوم إسرائيلي محتمل على لبنان سيكون له عواقب وخيمة جدا. ويشكل حزب الله وحركة حماس جزءا مهما من مجموعة من الفصائل المتحالفة مع إيران في المنطقة التي تطلق على نفسها اسم محور المقاومة.